يسعدنا اليوم أن نتكلم عن زهور المقطوفة، هذا العالم الكبير الذي تحتل دولة هولندا المركز الأول عالميا، وسوق السيمير هذا السوق العالمي الكبير لا بد لنا أن نجد فيه فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد كان السودان في السبعينيات من 73 إلى 78 أحد الدول المصدرة لهذه النباتات، حيث كنا نصدر نبات أبصال الجلاديولوس الكات فلاورس ولفترة طويلة جدا، ومن بعدها انتقلت الدولة الثانية كينيا ثم الحبشة في هذا المجال، وخرج السودان للأسف الشديد. رغم المجهودات الكبيرة ورغم أن السودان يعتبر هو الدولة الأولى من بين 5 دول أجريت لها إجراءات علمية واقتصادية، حيث غوننت بسوريا ومصر وفلسطين وحتى دولة الكيان الصهيوني إسرائيل، واتضح أن تكلفة إنتاج نباتات الزينة وزهور القطف أقل تكلفة من هذه الدول جميعها، وبالتالي يمكن أن نحتل مركزا عالميا في هذا المجال، ولنا خبرة فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن ندخل في كل المجالات في هذا المجال، نباتات الزينة كلها بعشرات الأصناف من الزهور ونباتات الزينة التي ترونها الآن أمامكم، وهي ناجحة بصورة كبيرة جدا. ونقول أن 86 مليار دولار هي تخرج سنويا في هذا السوق في تلك اللحظة، لأن الدول الأوروبية تكون في فترة الجليد فلا تستطيع أن تنتج هذه النباتات، فتخرج بها إلى أفريقيا، وكان السودان هو الدولة الأولى. ونقول أن السودان يمكن أن يحتل المركز الأول في هذا المكان في هذا المجال أيضا، ويستقطب أكثر من 30 إلى 40% من هذا المبلغ للخزينة العامة بالدولار. وليس السودان سلة غذاء العالم للغذاء فقط، ولكن لغذاء الروح أيضا. هذا السودان يمكن أن يلج هذا المكان وتدر فيه مبالغ طائلة. نباتات الزينة أيضا فيها جزء عطري وفيها جزء نباتات طبية وعطرية، مثل النباتات التي أمامكم الفينكا روزا، تسمى والوينكا بتسمى اسم عام، وينكا اسمها كازارانسس روزس والاسم العلمي لهذا النبات، يمكن أن ينتج بكميات ضخمة جدا وهو يزهر على طول العام وكذلك نبات الزنبق وهو نبات بصلي ينتج بكميات كبيرة وينجح في السودان حتى من دون يعني إجراءات كثيرة له، ولا في بيوت محمية ولا في غيرها، ينجح بصورة كبيرة جدا ويسهر بكميات ضخمة وله عطور جميلة جدا. كذلك يمكن إنتاج العطور في هذا المجال، هذه النباتات الزينة السودان يمكن أن يكون من الدول الرائدة جدا في هذا الإنتاج. علينا الجلوس في مثل هذا في مثل هذه الإذاعات وفي هذه التلفزيونات التي يمكن أن تروج اقتصاديا للإخوة أصحاب المال واتحاد أصحاب العمل، وكل من يريد أن يدخل في هذا المجال وهو مجال رابح وهو مجال ناجح جدا وليس فيه أي ريسك أبدا على الإطلاق، إنما كمية بسيطة في مساحة صغيرة جدا تأتي بمليارات الدولارات، ليس كما ننتج القمح ولا ما ننتج غيره في المساحات الكبيرة، ولكن نباتات الزينة والزهور المقطوفة في مساحة قليلة جدا يمكن أن تنتج كمية ضخمة جدا وتعود للبلاد بعائد كبير جدا. نقول نباتات الزينة كذلك منها ما يرى منظره فقط، مثل هذه النباتات التي أمامنا، هذه النباتات الكروتون أشكالها وألوانها جميلة جدا، أما بعضها فمن الأزهار وبعضها من الألوان المختلفة، كل الونقوس غزح الموجودة 7 ألوان وظلالها توجد في هذه النباتات. ونقول مطلقا أن السودان كل نباتات الزينة وكل أزهار القطف تنجح فيه تماما من غير أي إشكالات.